قال رحمه الله: وقالت الحكماء: مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده. واضح المثل؟ عندما يكون الإنسان في يده سهم ويرمي به ثم يجد أنه مثلا ولم يقصد قد اتجه هذا السهم إلى إنسان ولا يريد أن يقتله، هل يستطيع أن يرد السهم وهو في طريقه للإنسان؟ الكلمة مثل السهم، إذا خرجت من لسانك فهي مثل السهم، ما تستطيع أن تسترجعها لأنها خرجت انتهت، كنت تملكها قبل أن تخرج، لكن بعد أن خرجت وانطلقت من لسانك فمثله كمثل السهم إذا انطلق لا يمكن لصاحبه أن يرده. هذا كلام حكمة، مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده، وإنما جعل للإنسان لسان واحد وأذنان، جعل له لسان واحد وأذنان حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم، حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم. قال: وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال. وهذا واضح، الشيء الذي لم تقل أنت في عافية وفي فسحة وقادر على رده، لكن إذا ذهب الكلام فيعسر رده لأنه تحملت من ورائه تبعات وتبعات.